أن تسعى إلى فرض واقع جيوسياسي على الأرض مستنداً على تزوير التاريخ حيلة قد يراها المتطرفون مجدية لتزوير هوية الدولة في حال ما إذا لم يكن هناك دليل ملموس على دحض ادعاءاتهم، لكنها العملات التي تمتلكها الدولة المصرية وحدها القادرة على مواجهتهم. تعد المسكوكات من أهم المجالات في المجال الأثري للباحث الأثري، من حيث أنها تعتبر دليل مادي ملموس على تبعية مدن الضرب لدولة معينة في وقت معين، تعتبر معيار للحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبلد معين. يضم قسم العملة روائع من كل أنحاء العالم، من كل دول العالم، زي ما قلنا قبل كده حتى نعمل إسقاط على اسم المتحف الفني الإسلامي، سمي بمتحف الفني الإسلامي لأنه بيضم حاجات وأثار وعملات من كل دول العالم الإسلامية وليس العربية فقط، عشان كده اتحول اسمه من دار الأثار العربية إلى متحف الفني الإسلامي. وإذا كانت أهمية العملات لا تقتصر على الشق المادي فيكون الاهتمام والحفاظ عليها أولوية وطنية، فهي السبيل في مواجهة تزوير المتطرفين في أي زمان وأي مكان. بالنسبة لأهمية العملات بالنسبة لمصر، لو حبينا نقيمها بالشكل المادي ثم الشكل المعنوي، نبدأ بالشكل المعنوي الأول، لأنها طبعا لا تقدر بمال. أنت بتتكلم على مصر اللي هي معاها ثلث أثار العالم، فبالتالي وبتتكلم على المتحف الإسلامي اللي هو يعتبر من أكبر المتاحف في العالم، بتضم الأثار من كل حتة في العالم. حبينا نقدرها مادي، مش هنعرف، لأن قدر دينار عبد الملك بن مروان زي ما قدره اليونسكو في أحد المرات تقريبا بأربعة أو خمسة مليون دولار. فلو حبينا نتكلم طبعا مش هنتكلم في ده، يعتبر ده ثروة لا تقدر بمال تماما يعني.